يقول هذا السائل يا شيخ في العام الماضي زوجتي حجت وادت جميع مناسك الحج عدا طواف الوداع لانها جاءها الحيض قبل طواف الوداع فلم فما الحكم وهي لم تطف ليس عليها وداع الحائض ليس عليها وداع في الحديث امر ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المراه الحائض المرأة الحائض والنفس ليس عليهما طواف وداع نعم